كان يا مكان كان في ولد شاطر جدا اسمه سليم. وسليم مامته كانت تعبانة بقالها 3 أيام، فقرر إن هو ينظف البيت لأن البيت أصبح وحش جدا. بدأ يلم الأول الهدوم اللي مش نظيفة اللي في أوضته علشان يوديها تتغسل. أخد الهدوم كلها وحطها في الغسالة، شغل الغسالة، وبعدين جاب كيس وبدأ يلم الحاجات اللي في الأرض. لم كل حاجة في الأرض وحطها في الكيس وراح علشان يرميها في الباسكت. رماها في الباسكت وبعدين أخد المقشة وراح علشان يكنس أوضته. كنس الأوضة كويس جدا وبعدين جاب المساحة وبدأ يمسح الأوضة. مسح الأوضة ونظفها كويس جدا. يا سلام، الأوضة بقت نظيفة والله يا سليم. خرج الصالة، كان في غسيل كتير قوي على الكنبة، بدأ يطبق كل الغسيل. وبعدين أخد الغسيل علشان يحطه في الدواليب، حط كل حاجة مكانها. وبعدين خرج الصالة علشان يلم الحاجات اللي في الأرض، جاب كيس وبدأ يلم كل الحاجات اللي موجودة في الأرض. ولما خلص حط الكيس في الباسكت. رجع تاني الصالة علشان يروقها. خرج الصالة وبدأ يحط الجزم مكانها والحاجات كلها في مكانها. وبعدين جاب المقشة وقعد يكنس هنا ويكنس، جاب المساحة وقعد يمسح هنا ويمسح هنا، وخلى الصالة زي الفل. تسلم ايدك والله يا سليم. دخل المطبخ وجاب كيس وقعد يلم الحاجات اللي كان فيه. تفاحتين هو أكلهم بالليل وسابهم على الترابيزة، فقعد يقول يا ريتني كنت حطيتهم على طول في الباسكت بدل ما هم طول الليل كانوا هنا. إن شاء الله المرة الجاية مش هسيب التفاح كده أبدا، وأول ما خلصه هرميه على طول في الباسكت. رمى كل حاجة في الباسكت وبعدين قعد يروق المطبخ، نظف الأرض ونظف الترابيزة، وبعدين غسل المواعين. كان تعب جدا ولكن الغسيل كان خلص، فأخذ الغسيل علشان يروح ينشره. نشر كل الغسيل وبعدين أخذ الزبالة اللي هو جمعها النهاردة ونزل علشان يرميها في الباسكت اللي في الشارع. حط كل الزبالة في الباسكت وبعدين دخل السوبر ماركت علشان يشتري طلبات البيت. جاب طلبات البيت وحط كل حاجة مكانها. وبعدين افتكر الحمام، الحمام كان مش نظيف خالص، فدخل علشان يشوف إذا كان هيقدر ينظف الحمام ولا لا. سليم كان تعبان جدا، الحمام كان محتاج مجهود كبير قوي وسليم ما كانش قادر، فقرر إن هو مش هيعمل الحمام النهاردة لأن صحته أهم من أي حاجة، وقال إن شاء الله بكرة أول لما أصحى هنظف الحمام. واستغرب جدا ازاي مامته بتعمل كل ده كل يوم، وقرر ان هو هيساعد مامته كل يوم علشان المجهود ده كتير قوي قوي على مامته. بعدين قال انا عايز اعمل لماما عصير، فخرج علشان يروح يعمل لمامته عصير ليمون. كان تعبان جدا ولكن وقف وعمل العصير وجاب الخلاط وعصر الليمون وجهز العصير بشكل جميل وراح لمامته علشان يفرحها. مامته لما شافته جايب لها عصير شكرته جدا وقالت له يا سليم انت تعبت نفسك قوي. قال لها يا ماما انا مش بس عملت العصير، انا كمان نظفت كل البيت، نظفت اوضتي ونظفت الصالة وغسلت المواعين، كنست ومسحت وغسلت الهدوم ونشرت الغسيل وجبت طلبات البيت ورميت الزبالة، وانتي بصراحة يا ماما بتتعبي قوي قوي، وان شاء الله هساعدك كل يوم لان احنا عيلة بنحب بعض وبنساعد بعض. مامته قعدت تدعيله ربنا يحفظك يا سليم ويبارك فيك ويخليك ليه. وبعد يومين يا أصحابي مامته بقت كويسة، ولما شافت البيت انبهرت وقالت له جزاك الله خيرا يا سليم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك.
كان يا مكان، كان في بنوتة جميلة اسمها ريتال، وريتال كان عندها أخت صغنونة اسمها مكة. ريتال كانت بتحب مكة جدا، كانت أول لما تصحى من النوم تجري علشان تاخد مكة وتلعب معاها شوية. فخرجت ولكن لقت مامتها غطسانة في النوم، واضح ان مكة ما نامتش طول الليل. ريتال قررت ان هي مش هتصحي مامتها وهتاخد مكة بالراحة وتاخد بالها منها طول النهار علشان مامتها تقدر تنام وترتاح. بعد شوية مكة قعدت تعيط، فريتال قالت يمكن جعانة، هروح اعمل لها اللبن. فعلا ريتال اخدت مكة وبدأت تعمل لها اللبن في المطبخ. ريتال سابت مكة على الارض بالراحة جدا وبدأت تعمل لها اللبن بسرعة لان مكة كانت بتعيط. خلصت اللبن بسرعة جدا واخدت مكة وخرجت الصالة. اول لما قعدت على الكنبة شالت مكة وبدأت تشربها اللبن. لما مكة شبعت نزلت تلعب بالمكعبات، وبعد شوية مامة ريتال صحيت من النوم. مامتها كانت مبسوطة جدا، قالت لها شكرا جدا يا ريتال، انت خليتيني انام كويس جدا، وشكرا انك اخدتي بالك من اختك مكة، بقالي زمان ما نمتش كويس بالشكل ده، جزاك الله خيرا. ريتال قالت لها انا هحاول دايما اساعدك يا ماما، احنا عيلة بنحب بعض وبنساعد بعض. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. كان يا مكان، كان في ولد أمور، شطور وعسول، حلو وصغير، وكان اسمه أحمد. وأحمد كان بيحب ماما وبابا وبيسمع كلامهم. وفي يوم من الأيام وزي كل يوم خرج أحمد لمامته علشان يطلب منها المصروف علشان نازل المدرسة. فقال لها يا ماما لو سمحت ممكن آخد المصروف بتاعي؟ فقالت له طبعا يا أحمد اتفضل المصروف بتاعك أهو. فقال لها شكرا يا ماما وسلم عليها ونزل على السوبر ماركت على طول علشان يشتري كيك. ولكن أحمد اشترى كيكتين، واحدة لي وواحدة لياسين صاحبه، وأخدهم حطهم في كيس. ولما راح المدرسة أول حاجة عملها أول ما شاف ياسين قال له ياسين أنا جبت لك معايا مفاجأة، وطلع الكيكة واداها لياسين. ياسين فرح جدا بالكيكة وقال له شكرا يا أحمد أنا مش عارف أقول لك إيه. وهم واقفين دخل عليهم آدم صاحبهم وكان معاه كيك هو كمان، وقعدوا التلاتة يأكلوا الكيك مع بعض. وبعدين أحمد وآدم دخلوا الفصل، فآدم قال لأحمد أنا عايز أسألك سؤال، أنا ملاحظ إن أنت كل يوم بتجيب حاجة حلوة لياسين، ممكن أعرف السبب؟ فأحمد قال له طبعا لأن ياسين مش بياخد مصروف وبحس إنه بيكون زعلان، والله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني ربنا هيرزقنا خير كتير قوي قوي لو إحنا أنفقنا وتصدقنا بالحاجات اللي إحنا بنحبها. وأنا بحب الكيك. وكمان الله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الحشر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، يعني حتى لو المصروف بتاعي قليل بحاول دايما أجيب حاجات لياسين علشان تفرحه، وبفرح جدا لما بشوف نظرة السعادة في عينيه. فأحمد قال له دي فكرة حلوة جدا وأنا كمان هعمل زيك. هما واقفين بيتكلموا دخل ياسين معاهم وقعدوا التلاتة مع بعض في الفصل، وكان يوم جميل وقضوا وقت جميل مع بعض. وكمان كان عندهم امتحان والتلاتة حلوا كويس جدا في الامتحان وجابوا درجات كويسة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان يا مكان، كان في ولد أمور، عسول وشطور، حلو وصغير، وكان اسمه يوسف. ويوسف كان بيحب ماما وبابا وبيسمع كلامهم.
وفي يوم من الأيام وهو ماشي في الشارع كان جعان، فطلع تفاحة وأكلها، ولما خلص التفاحة رمى بقيتها في الباسكت. وهو ماشي في الشارع شاف ولد بياكل موزة، ولما خلص الموزة رمى قشرة الموزة على الأرض. فيوسف قال له: ليه كده يا ولد؟ انت ليه رميت قشرة الموزة على الأرض؟ الباسكت جنبنا كان ممكن ترميها في الباسكت. فالولد قال له: عادي، مكسل أروح أرميها في الباسكت. وهما واقفين بيتكلموا، طنط العجوزة كانت ماشية في الشارع واتزحلقت في قشرة الموزة. فيوسف والولد اتخضوا جدا، وطنط العجوزة قعدت تقول: يا رجلي، يا ظهري، محتاجة مساعدة، كلمولي الإسعاف، أنا مش عارفة أمشي، أنا مش عارفة أقوم. فالولد طلع التليفون بسرعة وكلم الإسعاف وقال لهم: ألو، في طنط عجوزة وقعت في الشارع ومحتاجة مساعدة، أرجوكم تعالوا انقذوها. وفعلا الإسعاف جه بسرعة جدا وأخد طنط العجوزة ووداها المستشفى. ولكن يوسف والولد كانوا زعلانين جدا. وبعد شوية يوسف قال له: خلاص، اللي حصل حصل، دلوقتي المفروض انت تعمل ايه؟ فالولد قال له: طبعا لازم اخد قشرة الموزة دي اول حاجة وارميها في الباسكت. فيوسف قال له: برافو عليك، ارميها في الباسكت وتعال علشان عايز اقول لك حاجة مهمة جدا. فالولد رجع له ويوسف قال له: انت عارف ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ان إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ فالولد قال له: يعني ايه؟ قال له: يعني ابعاد الأذى عن الطريق صدقة، يعني لو انت ماشي في الشارع ولقيت ازاز او قشر موز ورميته في حتة بعيدة علشان محدش يتأذي، ربنا هيحسبها لك صدقة. فالولد قال له: انا ما كنتش اعرف، وبجد انا ندمان. فيوسف قال له: المهم ان انت تعلمت الدرس، وممكن كمان نكلم حد من اهلنا ويودينا المستشفى علشان نطمن على طنط العجوزة. وفعلا الولد كلم مامته وحكالها الموضوع باختصار، ومامته رحبت بالفكرة جدا وجد اخدتهم علشان يروحوا يزوروا طنط في المستشفى. مامتهم جت أخدتهم وودتهم عند طنط. في المستشفى طنط العجوزة كانت قاعدة على سرير، والدكتور دخل عليها فقالت له: يا دكتور، أنا فيا إيه؟ الدكتور قال لها: دي حاجة بسيطة خالص، شرخ في رجلك بسيط وإن شاء الله يومين وهتبقي زي الفل. فطنط العجوزة اطمنت، والدكتور كمل كلامه وقال لها: في ولدين عايزين يطمنوا عليكي واقفين بره. فطنط العجوزة قالت له: خليهم يتفضلوا. فيوسف والولد دخلوا، والولد قعد يعتذر لها ويقول لها ان هو اللي وقع الموزة، وان هو ندمان جدا، وان هو آسف على اللي حصل. فطنط العجوزة قالت له: ما تعتذرش ولا حاجة، ان شاء الله انا هبقى كويسة، بس المهم انت تكون تعلمت الدرس ان انت ابدا ما ترميش اي حاجة في الشارع. فالولد قال لها: فعلا انا تعلمت الدرس ومش هرمي حاجة في الشارع ابدا ابدا، ويوسف كمان قال لي ان ابعاد الاذى عن الطريق صدق، وانا من هنا ورايح اي حاجة هشوفها في الشارع هرميها في الباسكت.